أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة من حكاوي الجناوي. جيناكم احنا بالفرحة سيد الجناوي بطلنا، جيناكم احنا بالفرحة سيد الجناوي بطلنا، اجروا معنا ليه الفتحة ببركته احنا نحكي حياتنا الشعبية من الميلاد اليوم اللح يا بوي، افرح والعب شعبي ميراث اصالة جد الجد. ايه نحكي حياتنا الشعبية من الميلاد اليوم اللح يا بوي، افرح والعب شعبي ميراث اصالة جد الجد. ايه تراث جناوحي الفنان الكل من نبعه بيشرب، تراث جناوحي الفنان الكل من نبعه بيشرب، الانسانية في كل مكان وللعلوم تعالى جرب، وللعلوم تعالى جرب، للثقافة تعالى جرب، ولفنوننا تعالى جرب، ولفنوننا تعالى جرب. أعزائي المشاهدين، ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء بالحاج أحمد أبو الوفا نقيب الفلاحين بغنى. أهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالقناة التامنة والقائمين عليه. حاج احمد، النهارده بنتكلم عن نقابه الفلاحين، عايزين نتكلم عن اهم الخدمات التي تقدمها نقابه الفلاحين بغنى للفلاح او المزارع القنائي. احنا والله بنقدم، يعني بنتكلم على الاسمده، بنتكلم على ان يكون تامين صحي من 2011، واحنا بنتكلم على التامين الصحي الشامل ان يبقى لجميع الفلاحين والمزارعين ومحافظه قنا وجميع المحافظات على مستوى الجمهوريه. وجاري ان شاء الله باذن الله هيتعمل تامين شامل للفلاحين. واللي بنتكلم على الاسمده، كنا نتكلم دائما وابدا على الاسمده، وحاليا الاسمده عندنا محصول قصب السكر بتزرع جنيه 75% من محصول قصب السكر، يعني نسبه خمسه، وبنصدر يعني بنورد نسبه 35% من التوريد على مستوى الجمهوريه، فبنورد اكثر من ثلث المحصول على مستوى الجمهوريه. فمحافظه جنيه تزرع، لانها عشان جينا احنا بنزرع في 5 محافظات، جينا واسوان وسوهاج والمنيا، واكثر محافظه تزرع محافظه جني، لانه الجو الصيفي فيه والمحصول القصب بيمشي فيها كويس يعني، وبيدي انتاجيه عاليه محصول قصب السكر، وده محصول استراتيجي. محصول قصب السكر من ضمن المحاصيل الاستراتيجيه، بس دائما الفلاح يشكو من نقص الاسمده، دوركم كنقابه للفلاحين انتوا كهمزه وصل بين الفلاح ما بين المسؤول، هل هناك خطه لتوفير الاسمده للفلاحين او المزارعين بمحافظه قنا؟ لا، حاليا التوريد يعني جاي كويس، وعندنا الشركات الاسمده يعني بتوزع في خزام، في الاشراف، في جولد، في اماكن، في الحريقيه، دي بتوزع مع الجمعيات، لان الفلوس يعني تحول السماد من الجمعيات الزراعيه او من البنك الزراعي لبعض الشركات، هل ده بيعتبر ميزه للفلاح ولا يعتبر عبء عليه؟ لا، هو ميزه ومش ميزه، يعني هو بيحب واحد هيروح على شكاره اثنين، يعني يسافر محافظه او مركز لمركز، فالجمعيات بتجيب برضه اسمده، يعني بتجيب الكميات البسيطه فبتساعد. وعلما بان احنا عندنا اكثر حاجه، المشكله الكبيره ان كارت الفلاح عندي اكثر من نسبه 50% في محافظه جنيه ما خدش كارت الفلاح. والمكان كانت مشكله عويصه بالنسبه للمزارعين، ان يقول لك انا خلاص مسجلت بس لسه انا بحتفظ بالحيازه الورقيه ومش معايا كارت الفلاح، يروح الجمعيه الزراعيه يصرف بالبطاقه الورقيه يقول لابد ان يكون معاك كارت الفلاح. انتوا كنقابه عملتوا ايه؟ احنا حاليا دلوقتي اللي بالبطاقه بالحجز، بتحجز له الاسمده في الجمعيه، وبعد كده بيدفع فلوسه، وبعد كده بتروح الاداره، وبعد كده من الاداره بتروح الجمعيه المركزيه، ومن المركزيه بتروح الجمعيه العامه، يعني بتاخذ وقت، وبعد كده بيدفع الفلوس، وبعد كده بتاجي. يعني فكره انه يدفع الفلوس الاول، يعني دايما المزارع تعود على فكره السماد، كان يقول لك السماد الاجل، ان هو كان ياخده بالاجل من البنك.
فالنهارده هو لابد انه يدفع السماد الاول وبعد كده ينتظر حتى ياتي له السماد. فعلا يعني الاول كان ياخده بالاجل وكانوا يقولوا لنا لازم تاخذ الاسمده عشان ناخذ السلف الزراعيه، فكنا ما نرضاش نقول له لا بالعافيه ناخذ الاسمده، لان الاسمده كانت كثيره برا زيوها. فحاليا السعر بيزيد يعني اكثر، بيزيد نسبه 100% برا المدعم على جوا في الجمعيات او في الشركه. ايه استاذ حاج احمد، ايه اللي ادى لظهور الفجوه ما بين سعر نقول شكاره او كيس الملح في الجمعيه الزراعيه او في الشركه اللي بتاعت السماد والسوق الحره؟ ايه اللي ادى للارتفاع ده؟ العمليه عرض وطلب، لما يكون ما فيش يعني مش موجود اسمده فانت معاك زرع، فتأجي الزرع ده عاوز الصب، او اول ما بتصبخه ما فيش تلقاش في الجمعيه ما فيش والشركة ما فيش، فبتروح تشتري من برا بضعف السعر. هل المقررات الأسمدة بالنسبة للزراعات مثل زراعة القمح، زراعة محصول القصب السكر، هل المقررات السماد غير كافية فبالتالي يلجأ الفلاح لشرائها من السوق السوداء؟ هي كافية، هي لو جات الكميات على طول، احنا الفدان بياخد 18 كيس صغير نترات ده للقصب وبياخد 13 يوريا، فبرضه القمح بياخد 5 اكياس كبير و3 يوريا صغير، فما بيحتاجش يعني كميات كثيرة، وحتى لو احتاج بيحتاج مثلا 5 اكياس او 4 اكياس في القصب ما بيزيدش الزيدان ده، هو عملية العجز اللي بيخلي ايه بيرفع سعر الاسمدة بره. دايما المزارع يشكو في عمليه تسليم محصول قصب السكر لمصنع قصب السكر، يقول لك ان الفلاح دايما هو بيتحمل تكلفه النقل، ولكن هناك اتفاق او في العقد المبرم ما بين مصنع قصب السكر والفلاح انه يتحمل المصنع تكلفه النقل. هو عندنا المفروض في العقد، والعقد لغايه دلوقتي ما اتغيرت، كان انه بيشيل نقل القصب على الشركه، وبالاخص في الاماكن البعيده. يعني الاماكن البعيده ما فيهاش خطوط ديكوفيل. الاماكن البعيده من الديكوفيل المفروض ده يشيلها مين؟ يشيلها المصنع. لا هو ما بيشيلش، هو في من ساعة ما الزرع على القصب يمكن من اكثر من 20 30 سنه وهو قاعد على قاعده بيدي، لو ادى دعم بيدي 4 جنيه دعم، بترتيش على 3.60 قرش. احد المزارعين كنا لسه بنتكلم معاه بيقول لك ان تكلفه محصول قصب السكر ان تكلفه خدمه الارض الزراعيه والسماد، فبالتالي بيطلع ما فيش ربح يعني. لا ما فيش حاليا، ما فيش ربح لانه سعر الاسمده زادت نسبه 100%، الري برضه الناس زودت عمليه الري، كل حاجه زادت في محصول قصب السكر، وده بيمكن سنه يعني بياخد سنه كامله الزرع، يعني القصب ده بياخد سنه، المحاصيل الثانيه بتزرع على 3 مرات يعني بياخد سنه، اول مره بياخد 18 شهر سنه ونص. ايوه في الزرع الاولانيه بيزرع، لما بيزرع غرس بياخد اكتر بتاع 18 شهر. وده بيبقى برضه على زرعه بقول لك، لكن ده صيفي نيلي ربيعي. يعني الناس بدرها الزرع حاليا زرعت الزرع الشامي والزرع الرفيعي، واحنا بنناشد. دوركم ايه كنقابه يعني؟ هل بتتواصلوا مع المحاصيل السكريه؟ بتتواصلوا مع مديريه الزراعه؟ ايوه انا عضو في اللجنه الاقليميه لمحصول قصب السكر، وبشرف على 3 مصانع، مصنع الدشنه ومصنع قوس ومصنع نجح حمادي. فبيبقى الزارع اصلا معوش يستنى عمليه نقل القصب على المصانع، يقول لك لا انا انقل على حسابي عشان ما اتاخرش، وجايب له هو بوفر الدكوفيل عربيات السكه الحديد،
لكن هو المزارع معوش يستنى ولا يصبر، بخاف على القصب، يقول لك انا عايز اشيل عشان ايه يطلع القصب دمه يعني بنسبه الميه اللي فيه ونسبه عشان ما ينقصش المحصول عنده. هل لك دور في مراقبه الموازين بالنسبه في محصول قصب السكر؟ انه بيكون في حد من قبل نقابه المزارعين موجود يعني بيتابع عمليه وزن الجرارات وهي فارغه وهي مملوءه؟ لا، الوزن القصب ما فيهوش اي خلل. جميل. لان انت لو مؤاخذه بتخش توزن نفسك وبعد كده مش عاوز، لانه ده بيوزن عليه سكر الميزان. جميل. يعني بنوزن عليه القصب وبعد كده الجرار برضه بيوزن عليه قصب نفس الطريقة بيوزن عليه سكر، فما فيش الصراحة سرقة أبدا ولا في أي حاجة ولا أي معوقات في الوزن القصب الصراحة يعني. بالنسبة لعملية حساب الشوائب بالنسبة لمحصول قصب السكر، دايما يقول لك يعني إنتاج الحاج أحمد 10 طن من القصب ولكن هناك نسبة للشوائب، كيف تقدر نسبة الشوائب وكيفية الرقابة على حساب نسبة الشوائب؟ لا، الشوائب في الموسم الأول اول كسر القصب ده بيبقى بيتنظف صح وما بيبقاش فيه نسبه شوائب، بيجي في اخر السنه ساعتها كله عاوز يكسر فبتبقى نسبه الشوائب فيها زياده الصراحه يعني. لكن الاول ما بتبقاش فيه شوائب خالص، لانه القصب نظيف، فمش معقوله هو هيديك شوائب والقصب نظيف لانه بيوزنه. طبعا لصالح مين يعني؟ لا 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 لا. حاج احمد، لو اتكلمنا عن الخدمات اللي بتقدمها النقابه الزراعيه للمزارع او الفلاح في نطاق الميكنه الزراعيه وخدمه الارض الزراعيه. انا عندي جمعيه تعاونيه للميكنه الزراعيه نشاتها برضو الوحيده على مستوى محافظه قنا، دي بنناشد بها ان شاء الله عاوزين لها دعم ونعمل طالب السيد اللواء المحافظ وبتخصيص مساحه له، لاني انا قبل دلوقتي كتبت طلب بعد كذا عندي ارض كلها املاك دوله في خزام وكنت نشأتها من قرية خزام، فالأرض أملاك الدولة عندي كثيرة، فكان في إشكال بيني وبين رئيس وحدة محلية صار، فقال لي بكذا كذا، قال ما فيش أرض راح اتحفظ الطلب مع هو ما رضيش يمضي، مضى أمينة السكرتير والتنظيم، فكل مكتب طلب سعادتك يقول لك اتحفظ، لأني عندي أرض أملاك. أرض زراعية كنت عايز تخصصها للزراعة ولا للميكنة الزراعية؟ للميكنة الزراعية، جمعية تعاونية للميكنة الزراعية. عشان تتفاعل وتقوم أني دي جمعية حكومة يعني تتخدم القرية وجميع القرى والمحافظة كلها، لأن أنا عندي كل مركز فيه. لا، هي دي اللي عملتها أنشأتها على مستوى المحافظة يعني الوحيدة وماخذة عضوية على مستوى الجمهورية. الله، أنا عضو معين بالتعيين ولها عضوية في القاهرة، معين بالتعيين في عضو في الجمعية العامة للميكنة الزراعية. إيه العقبات اللي بتواجهها على إنشاء يعني جمعيه الميكان الزراعي؟ العمليه من طالب السيد اللواء المحافظ بتخصيص مساحه لهذه الجمعيه والدعم لها، لاني يعني تشتغل وحتقوم بالتسويه للاراضي الزراعيه، ولو سوت يعني هي في التسويه، لان احنا بندفع جنيه و2 جنيه لتحصين الاراضي في من محصول قصب، من محصول القصب لطن من الطن بيتم خصم منه 2 جنيه لتحسين الاراضي. هل المزارع ده بيعود عليه بالنفع ولا هم بيتحصلوا الجنيهين وخلاص؟ لا، بيعود عليه يعني، ما نكذبش انه في المزارعين اللي بتقدم بيدفع الثلث هو والحكومه بتدفع الثلثين للمحاصيل المحاصيل المحصول القصب. عايزك تكلمنا عن الزراعه زمان. الزرع نهدى المزارع بيزرع في السنه 3 زرعات. كنتوا عملها بايده ونحوضوها ونزقوها ونحصدوها وندرسوها ونعملوا كل الطلبات. سيادتك كان تعب وكانت العالم اخف من كده حاليا. كنا عاملين سواق وكنا عاملين عيدان نزقوا بيه. ما كانش ياخد الربع في الزرعه ولا كان صاحب الميه. صاحب الملك. في بالاجره وفي على حساب الزرع، بعد ما تخلص الزرعه تاخد 4 تلاديس جيد اللي هو الغلي. المزارع كان زمان يصحى الساعه كام؟ لما يروحوا الساعة 6 الساعة 7، لأن ما كنت معاها مفتاح ومنهم يروحوا يدوروا كل حاجة بقي السنة غير تطلع بطريقتك ومفتاح مكانتك. يعني طول السنة هو شغال مقابل أجر، ياخد في القمح ومحصول القيد ياخد في الذرة اللي هو الذرة الرفيع. أيوة. برضو أي بني آدم بيبقى مزارع بيوكل معاه جاموسة، يوكل بقرة، يلقى من تحتهم تحت منهم والدة يبيحي. والمحصول زاد دلوقتي بقى قوي قوي. كتير والنعمة زادت على الناس.
وبقت في امان الله والزرع بقي 100 100. تعرف الفدان يجيب كم طن قصب؟ يجيب من 40 ل 50 طن. 60 طن قصب الفدان السالم ما يجيب 60 طن قصب. يعني المزارع بخير. بخير برضه. بالنسبه لعمليه التسويه عمليه التسويه وعمليه اللي هو تفجير التربه، هل بتقدمها مديريه الزراعه؟ لا دي بتقدمها لنا ايوه مديريه الزراعه، بس جهاز تحسين الاراضي الخاص بالمحصول قصب السكر اللي ماسكه الدكتور مصطفى عبد الجواد وماسكه هنا الاستاذ ايمن باشمهندس ايمن وكيل الوزاره برضه بيشرف عليها، لان تحسين الارض دي عندنا ثلاث خدمات، يعني في ارض حرات تحت التربه وحرات وعمليه تسويه، فلما بنسوي حتى عمليه الميه بتبقى خفيفه جدا، يعني ما بياخدش لما تكون في عمليه تسويه ما بياخدش ميه كثيره، بوفر لنا الميه. حضرتك اتكلمت عن كميه الميه، هل هناك اتجاه من قبل المزارع لعمليات الري الحديث؟ انا نعرف في محافظه قنا اغلبيه الاراضي بتلجا لعمليه الري بالغمر، هل هناك اتجاه لاستخدام الري الحديث؟ لا عندنا دلوقتي حاليا في عندنا شتلات بنجرب نزرع عمليه شتلات بمحافظه قني ومحافظات جنوب الصعيد اللي بيزرع فيها القصب، وبنعمل عمليه تجارب حاليا، وان شاء الله برضو عمليه هو التحسين او بيدفع لنا نسبة المحاصيل السكرية بتدفع لنا نسبة قصدي للزراعة، والمزارع بيدفع عشان بنجرب كل عملية الشتل، لأنه شتل القصب قال لك الزرع بتاع 15 جراط أو كذا وغير العينات اللي اتخذ فيه في مصنع سكر جوز بيقول لك وصل لغاية 50 طن. ده بيكون دوركم تنسيق بينكم وبين اللي هو نقدر نقول الارشاد الزراعي، مراكز البحوث الزراعيه لانتاج شتلات من قصب السكر تعطي انتاجيه اعلى؟ ايوه فعلا، وعندي حاليا في خزام في مدرسه الثانويه الزراعيه بخزام، في على البر الايسر على ترعه الكلابيه تاع فدان وربع حاليا مزروع عمليه شتل قصب وناجح جدا، يعني تم تطبيق فكره اللي هو الشتل تم تطبيقه وماشي. وعندنا احنا هل دي بتعتبر زي زراعه الانسجه، ان انا باخد نسيج معين وباخده في المعمل وبحيث اطلع الشتلات؟ نعم بنتعامل شتلات وبعد كده بنجرب الشتلات وبنزرع بها مساحات ثانيه، لانه عايز انتاجيه الفدان كام؟ قد الانتاجيه بقول لك يجيب اكثر من 60 70 طن. انا اللي بتعرف عليه انه بيعطي من 40 ل 50 بس بالعافيه. وفي بعض الاراضي ما بحصلش 40 طن، الاراضي القديمه اللي ما فيش تحصيل لها ولا حال وما بتتجددش ما بتجيبش يعني مستقبل قصب السكر بالنسبه للاراضي المستصلحه حديثا في الظهير الصحراوي، هل يعني نقدر نقول في بعض الدراسات اثبتت ان هو يجوز زراعته في الاراضي الصحراويه؟ يجوز، بس احنا دلوقتي عاوزين القصب في الاراضي، عاوزين نزرع سعادتك محصول استراتيجي محصول القمح، بنطالب بزياده زراعه القمح في محافظه قنا وجميع محافظات الجمهوريه، وعندنا اراضي مستصلحه، وانت يعني على مدينه طيبه عندي بالاتجاه الشرقي اراضي صحراء جاهزة للزراعة حتى حدود آخر محافظة قنا وبعض المحافظات دي كلها أراضي تستصلح، ونسبة المياه الجوفية قريبة، وعندي نسبة بين ترعة الروضة لغاية مدينة طيبة دي في أماكن لا يعني ما يكملش كيلو، ونزرع بتاع مليون فدان أراضي زراعية ومن غير ما نصرف الدولة فلوس. Ah, ah, ah.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة أخرى من حكاوي الجناوي. شكرا لكم وإلى اللقاء.